يا ولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحه جيده ان شاء الله، والله يدخل علينا بسيدنا رمضان بالصحه والسلامه ورزق وطول العمر، ونتمنى يا ربي ترفع علينا هذا الوباء يا ربي. لويزه ديالي كما غتشوفوا اليوم بغيت نشارك معكم هذه الجلابه ديال العيد ان شاء الله. يعني اي وحده ديرها راها سهله، يعني اي وحده تخدم جلابتها في 4 ايام او في 5 ايام، علاش لا؟ يعني حاولي دير واحد التحدي لراسك وغتوجديها. بالنسبه لهاد الجلابه انا غادي نوريها لكم وغنحاول نشرح لكم كل شيء، يعني من الاول حتى الاخر. هذه جلابه توب كريب، جلابه توب كريب، يعني توب كريب، واللون هذا زرق الملكي، مع التصوير ما كيبانش زرق الملكي، هذا زرق الملكي وداخل معاه الذهبي، يعني كما كتشوفوا الجوهر مهرس الذهبي هذا، وعندنا هنايا الجوهر طويل حتى هو الذهبي، ولكن هنا زمرد دايرينه في الشيبي، يعني زرق زرق الملكي دخلت معاه زمرد في الشيبي. كما كتشوفوا البصاله مخزانيه، البصاله مخزانيه، ولاطي ديالها هاد الستيل هذا لاطي، يعني بالنسبه الام والال، هذا كيلبسوا ال وام، يعني بالنسبه لاطي على حسب انا كنلبس ال وام، ماشي ما كنلبسش دو اكس ال، هذا ام و ال. المهم انا نوريكم كما كتشوفوا، ها انتم، يعني ماشي شي حاجه صعيبه البنات، سهله، ها انتم. بغيت نحاول نشاركها معكم. وحتى بالنسبه للخياطه البنات كما كتشوفوا في الكتاف هكا مخيطه غير بالماكينه، وهاوده هكا ملاقيه غير بالماكينه، فاش كملات كنبتوها بالعقيق الزمرد والجوهر الطويل كما كتشوفوا. انا نحاول نقربها لكم هانتوما جوهر. وبالنسبه للرشمه اللي عندنا في الصدر راها مطليه بزاف، يعني دايرينها بزاف ديال البنات، راني كنشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي هاد الرشامي هادو، ونفس الرشمه اللي عندنا في الصدر كاينه في الكمام، شفتوا في الكمام، وحتى من هنا مقبوطه كما كتشوفوا مقبوطه كل شيء بالعقيق، يعني جلابه كامله مخيطه بالماكينه عاديه، ومن كان سالو بالخياطه كنعاودو نبتوها بالخيط والابره، حتى من القب هكا كذلك. القب غير واحد الحاجه باش تعرفوا، من هنا لتحت ما كنديروهاش كامله، كنديرو تقريبا غير باش الدوره ديال العنق ما يبقاش يبان لينا هنايا عندنا واحد المشكل، شفتوا الدوره ديال العنق كان هنا، ها نتوما كما كتشوفوا هكا، حيت بزاف ديال البنات خصهم يعرفوا، يعني التقطيعه ديال العنق ديال الجلابه الدوره ديال تما كنحبسوا الخدمه ديالنا، ولكن من الجهه الاخرى الواجهه ديالنا خصها تجي كامله في القب، شفتوا هاك، صراحه خفيفه وسهله. غادي نحاول نوريها لكم حتى من الجناب، نحاول نهبط لكم الكاميرا انتوما حتى في التحت، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، سهله سهله اي وحده ديرها. المهم بالنسبه للبنات، البنات اللي عندي في الجروب راهم ان شاء الله غيوجدوها رمضان، علاش العيد ان شاء الله ليهم ولا وليدها بنيته ديالهم ولا العائله ديالها الوالده ديالها او اختها، يعني صراحه سهله سهله وخفيفه وزوينه ونفس الوقت حلوه. هادشي اللي كاين، وبغيت ندير نشارك معكم هاد الجليبه، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم اي وحده تخدمها. البنات بالنسبه لهاد الرشمه هادي راه ما كتكلفش بزاف، يعني غادي نعطيكم الثمن ديالها بالنسبه لهاد الجلابه، هاد الجلابه توب الكريب ديال يعني ديال الميترو ديال كوبو، ماشي اللي كناخذو تفصيله كامله. المهم بالنسبه لهاد الجلابه المولات ديال مولاتها كتبيعها ب 45 فرانك، 9000 ريال 9000 ريال كلشي، خياطه بالثوب وبالتنبات، هادي ماشي ديالي البنات، هادي تاع واحد صديقه ديال لوستي، داكشي علاش قلت لها راني نصورها البنات ونوريها لهم. المهم نتمنى يعجبكم، الى عجبكم طبيعه الحال ما تنساونيش باللايك، لايك 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 لايك، يلا بسلام عليكم وشكرا.